شوف اليوم ان شاء الله غنلقوا واحد الريميكس ديال سعد ديال السلام غنحيحوا به، وعندي صوت واحد ديسك سبيسيال انترو باش هو باش غنبداو ان شاء الله. هز التليفون شعل الفلاش في الفون، فلاش اب فلاش داون، فلاش اب فلاش داون. دونك كلشي ان شاء الله يدوز بخير، ونتمنى تكونوا معنا وتزيدوا تحمسونا. شكرا بزاف. شفناك مع سعد في الرياض وغنشوفك ان شاء الله في دبي، شنو الاختلاف اللي غيكون في لو شو؟ كل شو كنحاولوا نديروا فيه شي 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 اما شي شي حاجه جديده، اما شي شطحه جديده، اما هذا ان شاء الله داكشي كيبقى مفاجاه وما يخيبش ظنكم. سعد تبارك الله راه راكم عرفتوا التصرفات ديال ولد الناس، فهمتيني؟ دونك ولد الناس كيبقى في مشى هبط، مشى في مشى كيبقى ولد الناس. وتنحمد الله ونشكروا اللي اون ا روبري انكور، ومازال جاي ان شاء الله مزيان باش نعطيو الولاد بلادنا والشعب ديالنا يشوفنا. حتى حنا كنمشيو كيتبعونا، راه كنمشيو كنلقاو قبل ما نطلعوا كنلقاو الزغاريت وهذا ديال المغرب فين ما مشينا. صانو في بليزير، هذا فخر للمغاربه وفخر لكاع العالم العربي. وشكرا بزاف لكم اللي كتدعمونا. شكرا.